مشاهدي قناة الأموال في كل مكان، أهلا بكم. في وسط ارتفاع الدولار، الدولة والحكومة لازم تتأكد من حماية المستهلك وعدم حصول جشع من جانب التجار وأصحاب السلع حتى في مجال السيارات. عشان كده حماية المستهلك حددت غرامة وسعر إلزامي للسيارات جديد وميعاد للتطبيق. تفاصيل الخبر ده هنوضحه لحضراتكم في هذا الفيديو. المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك كشف عن ميعاد تطبيق السعر الإلزامي للسيارات. حسام الدين قال إنه مع حدوث الأزمة الأوكرانية الروسية حصل حالة من الارتباك الشديد، وده خلى حلقات التداول اتحركت بشكل عشوائي، فاشتغلنا على رصد الأسواق. لقينا ان في ناس امتنعت عن البيع، ده غير شائعات كمان عن زيادة الاسعار، والازمة دي سببت ارتباك كبير في سوق السيارات. حسام الدين تابع كمان وقال اتحركنا بشكل سريع وتم مناقشة الوضع مع شعبة السيارات والوكلاء، وكمان تم الاتفاق على وجود سعر معلن ورسمي وهيكون ملزم كمان لسعر السيارة في السوق، وهيتم تطبيق ده في اسرع وقت. حسام الدين قال في تصريحاته اللي هيحاول انه يبيع بسعر غير السعر المعلن في السيارات هيتم فرض غرامة توصل ل 2 مليون جنيه، واكد كمان انه هيوجد او هيبقى في حملات رقابية لضبط سوق السيارات. أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر علق على القرار ده وقال اللي لسه هيتم الإعلان عن تفصيله، بأن الهدف من القرار ده هو القضاء على ظاهرة الأوفر برايس وفوضى الأسعار اللي ضربت سوق السيارات لمدة سنة ونص. أيمن حسام الدين قال كمان لو كان في نقص في إن هو لما كان في نقص في المعروض في أوروبا لجأ البعض للاستغناء عن السيارات، وقال كمان إن المواصلات العامة في مصر جيدة جدا وسهلة ومتطورة وبتغطي كمان كل المناطق في القاهرة والمحافظات. جهاز حماية المستهلك أعلن من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه هيقوم كمان بحملة استدعاء وفحص مجاني لبعض الأنواع من السيارات اللي هي سيارات فورد بالتعاون مع شركة ELG أوتو وشركة فورد العالمية. قال جهاز حماية المستهلك كمان ان ده او الحملة دي بتستهدف تغيير الجي اللي هو شداد وسير طولمبة زيت المحرك، وده لبعض محركات سيارات فورد وفوكس وايكو سبورت واللي هي ب 1000 سي سي، وكمان من موديلات 2016 2017 2018، وده في اطار الاطمئنان على جودة وفعالية المنظومة وحرص كمان حرص منهم على سلامة المستهلكين كاجراء وقائي. جهاز حماية المستهلك طلب كمان أصحاب النوع ده من السيارات في حالة الاجتياح أو الاحتياج لمزيد من المعلومات الاتصال على الخط الساخن للشركة والشركة المالكة كمان للسيارات دي على رقم 19590، وده علشان الحجز المسبق وتحديث كمان البيانات وتأكيد أرقام الشاسيه لسيارتهم من ضمن حملة الاستدعاء. كمان وضح الجهاز انه هيتم الرجوع مرة تانية للعملاء لتحديد موعد في اقرب وقت او تحديد كمان موعد لاقرب مركز للخدمة، وده بعد توفير قطع الغيار المفروضة في حملة الاستدعاء، وده من غير اي تكاليف او رسوم على العميل بخصوص الاستدعاء ده. وكان كمان جهاز حماية المستهلك اطلق خط ساخن للابلاغ عن جشع التجار واحتكار السلع. بيستقبل كمان الجهاز أي شكاوى بتتعلق في التلاعب بأسعار السلع والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز. كمان بتكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين الرقابة على الأسواق، وده للتصدي لأي محاولات تلاعب أو جشع من قبل التجار، وده بهدف احتكار السلع ورفع أسعارها بعد رفع سعر الدولار مؤخراً.